كيف در الرئيس الإعلامي اليوم بزيارة لقصر بردكاريس، وتم ترحال السيد المحافظ الجهوي للتراث والسيد محافظ قصر بردكاريس بها في كلمة. هذا النشاط هذا كيدخل في إطار التعريف بهذا القصر هذا ديال بردكاريس والعلاقة ديالو مع مولاي أحمد الرئيسوري المجاهد مولاي أحمد الرئيسوري. كانت زيارة البنت ديالو لهذا القصر هذا، وكان هذا اللقاء اللي نظمته مؤسسة طنجة الكبرى للعمل التربوي والثقافي والاجتماعي والرياضي بشراكة مع جمعية مؤسسات المغرب بوابة إفريقيا، اللي بصراحة كنحاولوا أننا في إطار التشاركي باش نعملوا واحد مجموعة ديال الأعمال اللي تحاول أنها تعطي إشعاع مدينة طنجة وتبين التاريخ ديالها وتبين المآثر التاريخية ديالها، وهذا هو الهدف ديالنا الأسمى. شفتوا الحضور اليوم الحمد لله الحضور كان وازن وكان فعال تحت إشراف وحضور ديال الابنة ديال المرحوم المجاهد أحمد الرئيسوني والحفيد ديالو السي مولاي هاشم الشاعر مولاي هاشم الرئيسوني كذلك. وبكل صراحة دازت أمسية رائعة وكانت فيها يعني الزيارة التاريخية لهذا القصر التراثي، وكان فيها مجموعة العبارات وكانت تدخلات في المستوى اللي صراحة كنحاولوا أننا نسترجعوا الذاكرة ديال 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 مدينة طنجة والذاكرة التاريخية ديال 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 المملكة المغربية. وأولا الزعيم مولاي أحمد الرئيسوني هو يعد علامة فارقة في التاريخ الحديث المعاصر، ليس في المغرب فقط بل في العالم أجمع، لأنه جاء بطرائق في المعاملات السياسية والعسكرية والجهادية طرائق جديدة، ومن جملتها هذا الذي أصبح يسمى بالاختطافات، هي اختطافات سياسية تخلخل توازن الآخر وتتركه يتنبه إلى الآخر كذلك. فهذه الاختطافات هي تدخل في سياق الاستراتيجيات الجديدة للعمل الجهادي والسياسي. ومن ثم مولاي أحمد الرئيسوني ابتكر هذه الطرائق ليثير المشاكل أو القضايا الكبيرة التي يعيشها بلده، فكان اختطاف بردكاريس يذهب في هذا المنحى. هناك قراءات متعددة أن بردكاريس اختطف لأغراض اقتصادية مالية كذا كذا، ولكن الواقع غير ذلك. فالأغراض الأساسية هو تنبيه الآخر للقضايا والمشاكل الكبيرة التي يعيشها البلد. أولا لأن احنا انطلقنا من زيارة الشريفة للدرة الرئيسوني العالمي بنت القائد والزعيم مولاي أحمد الرئيسوني، زيارة اللي كانت بالفعل هي طلبتها، وحنا عجبتنا الفكرة وعلى أساس أنها تزور واحد البناية تراثية اللي عندها علاقة مع التاريخ الأب ديالها. ومن هنا شفنا بأن الزيارة ممكن تكون هذا أفيد إلى نظمنا ما هذا بموازاة نشاط ثقافي حول الكتاب مولاي أحمد الرئيسوني الشاعر والأستاذ اللي هو حفيد الزعيم المجاهد، وكذلك التقديم بعجالة والحديث عن الإمكانيات التي يقترحها فيلم الأسد والعاصفة وقراءات شعرية كذلك لمولاي أحمد الرئيسوني. هذا الكل هذا خلقنا واحد النشاط مهم ومفيد وجميل واهتموا به مجموعة المثقفين في طنجة بقصر بردكاريس، قصر بردكاريس اللي كانت مناسبة كذلك لفتحه مرة أخرى أمام المثقفين هذا الطنجويين والمهتمين بالتاريخ المغربي وتاريخ منطقة الشمال، واللي بالفعل كما شفتوا حضور كثيف واهتمام بالموضوع. وقصر عرفة هذا كذلك نشاط مكثف اليوم بحضور وصور إلى آخره. إذن كان أعتقد هذا النوع الأنشطة مطلوبة من طرف ساكنة طنجة ومن طرف المثقفين والمهتمين بالتاريخ المنطقة ومن طرف تاريخ المغرب، وكذلك الأمر يهم كثيرا محافظة الجهوية للتراث ومحافظة قصر بردكاريس أن يكون التنشيط الثقافي والفني ببناية تراثية بعد تدشينها في حلتها الجديدة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.